السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا فراخ تندوري، بس هنعملها بطريقة جميلة. التندوري بيطلع مع رز بسمتي او مع رز ابيض او مع اي نوع من انواع الرز. النهاردة هنعمله بالخضار. يبقى عندي زبادي، ملح وفلفل، قرنفل مطحون، بابريكا، كمون، قرفة، كزبرة مطحونة، زنجبيل بودر، توم مفروم، زيت زيتون، كوسة، جزر، بطاطس، بسلة، بتنجان، طماطم، بصل، ومنساش حاجة اسمها اللون التندوري او لون الزعفران. يعني اللي في الوان كده بتتباع عند العطار اللي هي بتدينا اللون الاحمر بتاع التندوري. التندوري ده عبارة عن مكونات حبة خلطة تبقى مهمة جدا الخلطة بتاعته، وياريت يتعمل ويبات فيها يوم. الفراخ تتبل من بالليل. طبعا لو انا تبلتها من بالليل احنا ما عملناش حاجه، انها زي ما قدام حضراتكم وتشوفوا احنا بنتبلها ازاي، ولكن هنعملها دلوقتي وهنسويها برضو. وهي المفروض بتبقى اربع او انصاص، لكن انا برضو عايز ابسط الامور واعملها بطريقه جميله وجديده. عندي توم باودر، توم مسيح، وعندي حبهان باودر، جنزبيل باودر، سنة قرفة، بهارات هندية، بابريكا مع لون التندوري كده. كل الكلام الجميل ده هنحطه مع ملح وفلفل اهو. بعد كده نديله لفتين الاول، وبعدين نحط عليه الزبادي. اللهم صل على النبي. طيب نديله كم معلقة زبادي برضو اهو. كده هنجيب بولة كبيرة شوية، ونحط فيها الخليط ده. نديله سنة لون تندوري. كده اهو. ده اللون اللي احنا عايزينه. يبقى هنا زيت زيتون، دي الخلطة بتاعتي بتاع التندوري. نيجي على الفرخة بقى ونقطعها تقطيع حلوة. نيجي من النص كده.
بنشطها نصين طبعا عشان هي كبيرة بنجزقها وهذا الليجز بتاعتي كده اهو كده وادي الجزء الثاني لازم اعمل لها صدمة قبل ما ادخلها الفرن لازم اعمل لها صدمة قبل ما ادخلها الفرن كده نصلي على الحبيب طيب يلا بقى نشتغل عندي طاسة على النار حامية جدا حامية جدا حبة زيت مش كتير ونبدأ نعمل لها صدمة نشيل ده بقى من هنا طيب دي انا مش بسويها كده انا بعمل لها صدمة بس كده يجي على الخضار بتاعي كله فينجر او اصابع كده
نفس الخضار بتاعي. كوسة على 4 او على 2. استاذنكم اخد فاص وارجع لكم تاني، ولا غير المحطه ولا اروح في اي حته. كده حضراتكم ادي الخضار اهو الفرن، وادي فراخ في الفرن. كده حطينا الاكله بتاعتنا الاولانيه، عملناها بطريقه جميله وسهله وزي الفل. نرجع على الطبق اللي بعده، عندنا فتيرة الفراخ بالبسلة والمشروم. فتيرة الفراخ بالبسلة والمشروم. طيب هنشوف مقاديرنا. عندي عجينة الباب باستري، عندي صدور فراخ مخلية، عندي جزر مبشور، بسلة، كرفس مفروم، زبدة، ملح وفلفل، بصل مبشور، عندي دي ولبن ليه مش عارف، احنا تمام. طيب وعندي رشة ملح ومرق و... طيب عم عبد الحق صباح الفل. صباح الحليب وصباح الورد. ايه يا عم في ايه يا عم الحاج في ايه يا عم الحاج؟ وحشتنا والله يا شيخ. انت فين يا ابويا؟ والله في الدنيا يا شيخ. ربنا يديك الصحة، دايما موجود معانا ان شاء الله. والله وحشنا وحشنا. حبيبي يا عمدة، حبيبي يا عمدة، صباح الفل على عيونك. صباح الورد والياسمين. نهارك قشطة ان شاء الله يا جميل. الله يخليك. ايوه كده عايزين نسمع صوتك كده معانا يا باشا. الله يخليك يا شيخ. حبيبي يا عمدتنا. الله يبارك فيك. صباح الفل على اخويا وحبيبي عم عبده، صباح الفل. كده هنا بنزل بالزبدة. ما انا عايز اعمل بصلايه مكعبات عشان تبقى كويس. دي البصلة بتاعتي قطعتها قطع كبيرة. عندي التوم. اللهم صل على النبي. توم وبصل.
مين يا فندم؟ يا عم عبد الغني. صباح الفل يا عم عبدو. ازيك يا شربيني؟ عامل ايه؟ ازيك يا جميل؟ عامل ايه؟ وحشني. صباح الفل عليك يا شربيني حبيبي. صباح الفل على عيونك يا جميل. انت فين يا عم حاسس؟ بسمع صوتك بقالك مده. انا بحبك قوي حبيبي يا عبدو. حبيبي يا عبد الغني. صباح الفل عليك يا عريس. كده طيب احنا كده هنا عايزين بس ال البصلايه تصفر شويه، اكون فردنا احنا ايه العجينه بتاعتنا. حبه دقيق كده. دي العجينة الباف باستري بتاعتي، وابدأ انزل بالفراخ بتاعتي. وادي الكرفس. هديها تعفير الدقيق صغيره عشان يبقى لها شخصيه، وارجع اقطع المشروم بتاعي. يعني افضل لي يبقى طعمه احسن واجمل. وادي السكينه. كده
حبه ملح، حبه فلفل، سنه ميه صغيره خالص، زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. نعم يا فندم. ناخد فاصل ونرجع تاني، ولا هنغير المحطة ولا نروح في اي حتة. رجعنا بعد الفاصل وكده عندي هنا خلاص عملنا ادي شوية الجزر اهو. ابص على الفرن بتاعي، اللهم صل على النبي. شغال زي الفل. اللبراي بتاعي عملته ادي العجينة. ابص على الفرن التاني، نصلي على الحبيب. ده اللبراي بتاعي. نحطه كده في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى كده حضراتكم احنا عملنا، يبقى الفراخ عندي في الفرن. نشيل بقى كل حاجة من هنا. بص على الفرن بتاعنا. نشيل بقى الزفارة من هنا عشان نخش على الحلو. نرد في مكاننا.
يا ست الحباب يا حبيبه. ازي حضرتك يا شيف؟ صباح الهنا عليك يا حبيبه. ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ عيني يا بابا. عايزه طريقه عمل التشيز كيك. تشيز كيك من عيني يا ست العرايس، على عيني. حاضر، على عيني. يلا يا باشا نزل الشيز كيك عندك لو سمحت. كده هنا برضو عايزين نعمل شوية عصاير حلوين جمال. طيب 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 شوف مقاديرنا. عندي طيب عندنا عصير فراولة بالبرتقال. فراولة بالبرتقال فل يا عم جمال. ده بيسموه شفايف الهانم. طيب كده هنا نيجي بقى نجيب الهاند بلندر. الشيز كيك على الشاشة يا ست العرايس اهي. اي حد عايز اي حاجة احنا تحت امركم، احنا تحت امركم. كده عندي فراولة سكر برتقال وادي السيرب. اهم حاجة عندي حبة التلج دول بينا على شول الدنيا. بقول لك كفاية امال هنشرب ايه يا عم؟ حاضر هديلك شوية فكوز، ما تزعلش نفسك. لا لا ليمونة بيشبر.
جزء الالومنيوم بشبر. زمان كانوا بيبيعوا شفاشق الومنيوم بكوبايات كده، كانوا بيحطوهم للعرايس بيدخلهم في جهاز العروسه. يا عم خليها عادي. ده والله طب انا نزلت في بلد من بلاد يعني في 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 كان في اليونان، تطلع فوق على جبل كده اسمه جبل ديليفادا، كنت تلاقي دوت عنده مقدس كده الكوز الالومنيوم ده بالكوبات بتاعته، كان مطعم كبير جدا وغني كان بيحطها كده. طيب كده هنا شكلها عسل عسل. اللهم صل على النبي. ايوه كده الحلاوه دي والهنا ده من الولده. نبص على الفيجيتابلز بتاعي. الله الله الله. نعم ناخد فصل يعني. استاذنكم اخد فصل وارجع لكم تاني وانا غير المحطه وانا اروح في حته. رجعنا بعد الفاصل. نغرف بقى او نصب الفراوله. بسم الله الرحمن الرحيم. رأي واحد صاحبنا حاج صلاح السباعي بيقول لي انت بتيجي اخر الحلقه وتجري ليه يا اخي؟ وبتجري وتكلب نفسك ما تشتغل براحتك. قلت له براحتي في ازاي يا عم الحاج؟ قال لي بتيجي على اخر خمس دقايق وليك بتجري من هنا ولهنا ولهنا، طب ما تاخد ربع ساعه وساعه. قلت له عشان المخرج ضربني بالنار. انت مفكرني قاعد شغال في العزبه؟ قال لي لا اصل انا عارف ان المفروض ان انت تشتغل براحتك. قلت له حد بيسيبني؟ هلاها من استاذ محمد سمير ولا محمد ولا ابراهيم ولا عباس ولا علام؟ قلت له ده بيجري وراها بالشومه. قال لي لا اللي انا شايفه. قلت له خلاص هوصل صوتك للمسؤولين. الراجل قلبه عليا يا عيني. طيب قوم بقى ايه يا سيدي؟ احلى شوية فراولة اتغني لهم من 100 قال. قال له طب وخمسين قال ما غناش؟ قلت له لا هو 100 قال بس كده. اهو نبدأ بقى نغرف عشان المخرج قال لي شكلك النهاردة بليد. شايفني واقف بمسح التختة. اسمها التخته ولا السبوره؟ بلاك بورد دلوقتي بقول لك عليها بلاك بورد. اه والله ايوه يا سيدي. الله 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 الله. خليها تبشتك هنا كده. شايف الجمال والهنا ده من العريس والولا ده. يا
يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. خلي بالكوا بقى الحركات بتاع الطباخين، نص كم دي بيبدا كده هو الجدع هو الدلع ده والحلاوة دي. قال له بحبك وانت رايق يا عايق يا متضايق. نعم يا فندم. ناخد فاصل ونرجع لكم تاني، ولا هنغير المحطة ولا هروح في اي حته. هات يا ابن المردق اهي. في الهند لما بيكونوا عاملين اكل هندي بيحب يدلعوه يعملوا له ايه فطيره جنب منه، بيحب يدلعوه يعملوا له فطيره جنب منه. فانا عايز اجرب كده يمكن ربنا يكرمنا ونعرف نعمل الفطيره اللي هم بيبقوا عاملينها على الصاج كده. هم لهم كذا طريقه في اكل العجائن المعجنات بالذات، بتبقى زي القرصه كده صغيره او زي الرغيف الشامي بتاعنا. عايزين نجرب اربع لقمات كده واحنا وحظنا، مش خسرانين حاجه، هو مش في المنيو، لو باظت هرميها. هقولوا والله انتوا ما قلتليش اعملها كده اهو. طاس على النار من غير اي اضافات.
كده دي العجينة بتاعتي. طيب نيجي بقى نجيب شوية دقيق صغيرين حبيبي يا رسول الله. الله الله الله، بص على الفرن بتاعي يا صلاة النبي 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 يا صلاة النبي. الله يا بلادنا الله. بقول لي طب قول لي العجينة دي ايه وايه عشان ابقى عارفين. دي دقيق ومية وسمنة او زبدة او زيت، مادة دهنية يعني، وشوية خميرة صغيرين وقرصة ملح. مش حاجة جامدة ولا حاجة عويصة، حاجة سهلة جدا. وادي اللقمة طالعة زي الفل اهي كده، اللقمة طالعة زي الفل اهو. كده كفاية دول عشان لقمة طالعة زي الفل اهي، مستوية من بره ومن جوه. ونلم العجينة بقى دي كده عشان نكملها جوه ونشوف الفرن بتاعنا. حبيبي حبيبي يا رسول الله. ايوه ايه الجمال ده يا عمي. يعني يابا يعني يابا. طلع بس اللقمة التانية دي. انضف الدنيا بقى عشان ايه
نخلص الشغل بتاعنا. نصلي على رسول الله. كده. تعالي انت بقى هنا كده. حبيبي يا سيدنا محمد، الله كل ما خاف كل ما اكون احسن. بقول انت خايف ليه؟ قلت له ما هو معلش خاف سالم، انت زعلان ليه كده؟ بشكر ابني وحبيبي عمي الاستاذ محمد افندي فهمي، واشكر كل الكاست اللي معايا، واقول اشوفكم بكره ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.